أثار نجاح الانتخابات الرئاسية الأفغانية ردود أفعال مرحبة مشيدة بما اعتبرته أول انتخابات ديمقراطية تمر على هذا البلد منذ أكثر من 4 عقود، فيما شكا بعض المرشحين من احتمال حدوث أعمال تزوير وحرمان لمئات الأفغان من حق التصويت، لكن إقبال الأفغان على الانتخابات بشكل تجاوز التوقعات أثار تساؤلات المراقبين. لاقى نجاح الانتخابات الرئاسية الأفغانية ردود أفعال أشادت بأول انتخابات ديمقراطية، فقد امتدح الرئيس الأفغاني حميد كارزاي الناخبين الأفغان لتوافدهم بالملايين على مكاتب الاقتراع والتصويت لاختيار رئيس للبلاد، وقال إنهم أظهروا للعالم الديمقراطية الأفغانية، كما رحب مجلس الأمن الدولي بإجرائها معربا عن ارتياحه إلى مستوى النقاش العام للحملة الانتخابية، فيما هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأفغان بنجاح الانتخابات مؤكدا دعم واشنطن لأفغانستان مستقرة وديمقراطية. من جانب آخر، أدلى المرشحون الثلاثة الأوفر حظا لرئاسة أفغانستان زلماي رسول وأشرف غني وعبد الله عبد الله بتصريحات عن احتمال حدوث أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية، وقدموا شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية أشاروا فيها إلى حوادث تزوير وحرمان مئات الأفغان من التصويت لعدم كفاية بطاقات الاقتراع، لكن ليس من المتوقع حصول أي من هؤلاء المرشحين على أكثر من 50% من عدد الأصوات للفوز، ما يعني أن تكون هناك جولة ثانية محتملة للانتخابات في مايو القادم. وعلى صعيد متصل، أثار إقبال الأفغان على التصويت بشكل تجاوز التوقعات وفشل حركة طالبان في تعطيل عملية الاقتراع تساؤلات المراقبين للمشهد الأفغاني بشأن قدرة المسلحين على دفع البلاد إلى السقوط في الفوضى مع انسحاب القوات الأجنبية المرتقب. فعلى الرغم من التفجيرات التي استهدفت مراكز الاقتراع والشرطة، إلا أن مستوى العنف كان أقل بكثير، وتمكن 60% ممن يحق لهم التصويت المشاركة في تحدي ظاهر للإرهاب والتمسك بالديمقراطية.